أهلا وغلا فيكم مشاهدين الكرام في برنامج الملعب على القناة الرياضية. أنا هاني العزيز أقدم لكم كل ما يهمك رياضيا خلال ساعة من الآن، وأنتم بادلون الأهمية من خلال مشاركتكم عبر هاشتاج البرنامج والظاهر الآن في على الشاشة. شاركوا بالأسئلة بالآراء وبالاقتراحات وإن جئتم بالتعليقات على آراء ضيفينا الكرام. بدأنا من السبت العد التنازلي يومان فقط على بداية أولى الخطوات الفعلية للأخضر في مباراة تشكل هوية جديدة لهذا الجيل. هذه المباراة مع الأستراليين بالأمس، مدرب أستراليا أطلق تصريح مستفز جدا جدا وسيء في كبرياء الأخضر. جميل جدا وجدا إن لاقى ردة الفعل المناسبة من رجالات الأخضر. الرجل يخاطب الكل: منتخبكم يائس وأنا قادم لأخذ النقاط الثلاث، لا أستبعد أن يكون الكل مدافعا في الملعب. كلمات كانت كالخنجر في قلب كل عاشق أخضر. نتمنى أن يكون الرد عليها بكبرياء الأخضر ورجاله يوم الخميس القادم. السعودية وأستراليا قلتها قبل أيام، نكون أو لا نكون. بعد التصريح هذا للمدرب أستراليا الآن أقول نكون، وبإذن الله نكون. كل الأمنيات بالتوفيق للأخضر يوم الخميس مع أستراليا، فيه انطلاقة جديدة في التصفيات المؤهلة إلى حلم كل سعودي في روسيا. خلونا نبدأ كالعادة بالعناوين بعدين نرجع لكم. إلى الأخضر، وفي الأخضر السهلاوي يغيب والعابد جاهز. والهلال مسلسل البحث عن مدرب مستمر. أما الجار زوران باع بين شعرة الرحيل وأمل البقاء. وأخيرا إلى جدة وأفراحهم، غروس من جديد يقود التدريبات للأهلي. أهلا وغلا فيكم مشاهدين الكرام، شاركونا في هاشتاج البرنامج. أشكركم على قبل يومين أو ثلاثة كانت المشاركات جميلة، وعدتكم بإذن الله أني أقرأ كل المشاركات سواء اللي كانت فيها متفائلة بفوز الأخضر وكذلك المتشائمة قليلا بدون تجريح للاعبين الأخضر. معي على هذه الطاولة اليوم الإعلامي والناقد الرياضي عبد الوهاب الوهيبي. هلا والله فيك أبو فرح. يا هلا فيك ومساء الخير عليك وعلى الزميل حمدان الغامدي وعلى جميع المشاهدين. إن شاء الله نقدم شيء يليق بذائقتهم. أيضا معي من جدة من استديوهاتنا في جدة الإعلامي والناقد الرياضي حمدان الغامدي. هلا فيك أبو يزن. هلا فيك والله أخوي هاني، مساء الخير عليك على متابعي الرياضية السعودية، مسي على الزميل العزيز عبد الوهاب الوهيبي. إن شاء الله نقدم معكم حلقة جميلة بإذن الله. الحلقة الجميلة يا أبو يزن يعني استفزها مدرب منتخب أستراليا. يعني أنا أقول لو لم يكن هناك سبب لفوز المنتخب السعودي إلا تصريح مدرب أستراليا لكفى، يعني حجم منتخبنا بطريقة كانت يعني جدا فيها كثير من الغطرسة. اسمح لي في البدايه اخوي هاني، يمكن قبل اسبوعين وانا معك على الطاوله في الاستديو كنت بديت بدايه جميله في توجه الاعلام الرياضي بكافه وسائله المرئيه والمقروءه والمسموعه، على اعتبار انه المنتخب يمر بمرحله جديده، يحتاج منا الدعم، يحتاج منا الوقفه، يحتاج منا الدعم اللوجستي والدعم بالمشاركه في كل شيء بدعوات يا رب وفق الاخضر. حقيقه كانت مقدمه كان عليها صدى كبير جدا، ونحن اليوم شاهدنا كل القنوات الفضائية والبرامج تحذو هذا الحذو في خطوة جديدة وجميلة جدا يحتاجها المنتخب السعودي، على اعتبار أن التفاؤل نوع من الفرح يصل إلى اللاعبين بشكل أو آخر، إن رضينا أو ما رضينا اللاعبين ليسوا في معزل، وبالتالي هم يطلعوا على انطباع الشارع الرياضي، يأثر هذا العامل نفسيا عليهم في أدائهم داخل الملعب. أنا حقيقة كنت أميل إلى التعادل في مع منتخبنا عطفا على التطور الكبير في مستوى المنتخب الأسترالي، ولكن عودونا لاعبين دائما أنهم يعشقون التحدي والتنافس. بعد هذا التصريح أتوقع أن يكون لدى اللاعبين فعلا رد في الملعب من خلال المسؤول اللي مشرف على المنتخب ومن خلال اللاعبين، واستشعار أهمية مثل هذا التصريح، لأنه هذه التصريح بتمر عليهم كثير في المباريات وأثناء في الملعب، وتحديات فيما بين اللاعبين، لما بالك لما يكون هذا التحدي عن شعار الوطن
وعن منتخب البلد، فبالتالي أتوقع حقيقة يعني الآن لما قريت هذه التصريحات وهذه التحديات الآن انبعث إلى داخل الشعور بأن المنتخب إن شاء الله راح يحقق الفوز. الأمر الثاني الوقفة الجميلة من جماهير الجدة وجماهير الوطن، في أمس انتهت التذاكر بالكامل تقريبا في دعم المنتخب، الالتفافة الموجودة من كافة الأندية الرياضية في دعم المنتخب كلها يعني وسائل كفيلة إن شاء الله بإنعكاس إيجابي على نفوس اللاعبين. نرجع ونقول أنه لاعبين المنتخب السعودي والأندية السعودية لاعبين مهاريين بالدرجة الأولى، ولكن يحتاجوا إلى نوعية من التعامل حتى نستجلب هذه الطاقة الموجودة فيهم وبالتالي تنعكس على نتائج المنتخب. المنتخب اليوم الكل يعرف أنه أكثر من 10 إلى 15 سنة كان خارج نطاق المنافسة والبطولات وحتى رضا الشارع الرياضي. اليوم خاصة المنتخب حصد 6 نقاط، وبالتالي مسألة أنه يفوز على أستراليا منتخب كبير جدا، يكفينا التعادل هناك، أتوقع أن المنتخب راح يخطو خطوة كبيرة جدا ومتقدمة نحو روسيا 2018 بإذن الله. أبو فرح، يعني من هذا التصريح لو فكرنا فيه في منطق، يعني ممكن هذا التصريح يجيب عواقب جميلة للمنتخب إذا يعني استفيد منهم بطريقة معينة، يعني أنت ممكن تعطي لاعبين الأخضر بحيث أنه ما يكون في اندفاع كبير من لاعبة الأخضر وفي حماس يطغى على لعبهم، ويكون في يعني تقدر تخلص تطلع من هذا التصريح بخلاصة جميلة. شوف، أحد أشهر مدربين في العالم يطبق سياسة مثل هذا التصريح، يعني مورينيو حينما كان يدرب ريال مدريد وكان يدرب تشيلسي حتى وهو يقابل أعتى المنافسين، يعني ريال مدريد أمام برشلونة يظهر ويصرح ويقلل من حجم الفريق الخصم أو النجم اللي في الفريق الخصم. معروف أنه في بعض المدربين يعملون على هذا النسق لاستفزاز الخصم وتشتيت انتباهه على المباراة. أنا في وجهة نظري أنه من المفترض أنه ما يركز اللاعب السعودي ويعطى توجيهات من الجانب الإداري أنه ما يركز على تصريح المدرب الأسترالي، يركز على عطاءه داخل الملعب. مثل هذه المباريات تحتاج لتركيز تام يعني بشكل كبير على أداء داخل الملعب. على بس أنت تستفيد من الظروف اللي قبل المباراة، بالتأكيد أنت تحاول قد ما تقدر تستفيد. أنت يكفيك أنك تقابل المنتخب الأسترالي البعبع بأمانة، يعني عشان نكون منطقيين وواقعيين ولا نجامل أنفسنا ولا نكابر، منتخب أسترالي أفضل منا. بس أنت تتفق معي في كلمة إنه منتخب يعني منتخبنا بائس، هذه كلمة قوية. هو قال منتخب يائس. لأنه يائس لأنه حرم من أشياء وصلها قبل المنتخب الأسترالي. هو الرد جاهز بالنسبة للرد من لاعبين المنتخب السعودي جاهز، بس ما أتمنى يكون بالكلام، أتمنى يكون في الملعب. إن هذا اللي ولا المنتخب السعودي شارك في كأس العالم أكثر من المنتخب الأسترالي. هذه نقطة. النقطة الثانية، عرفنا المونديال قبل أستراليا، بس مو هذا مجال اللعبة، مو بهذا مجال المنافسة. مجال المنافسة داخل الملعب، أعود وأكرر، التركيز داخل الملعب مع وجود الروح العالية اللي شفناها في مباراة العراق في آخر 20 دقيقة كفيلة بالانتصار على المنتخب الأسترالي، حتى لو كان بعبع، حتى لو كان بطل آسيا، حتى لو كان نصف لعيبة اللي في المنتخب الأسترالي محترفين في أوروبا، حتى لو كان منظم محترف داخل الملعب وخارج الملعب. كرة القدم لا تعرف المستحيل، كرة القدم لا تحترمك كاسم وكتاريخ، تحترم عطائك في 90 دقيقة. ممكن تميت حنا بالروح يا أبو. لو كانت كرة القدم تحترم تاريخك وتحترم اسمك صح وهيلمانك، ما أخذ 7 البرازيل، ما أخذ 7 البرازيل. برازيل هذه 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 درس لكل، بالتأكيد منتخب برازيل بعراقته بتاريخه بأربع كؤوس عالم صح في نصف نهائي وأمام جماهيره ينهزم ب7 أهداف، هذا دليل على أن الكرة تعطي من يعطيها. صحيح. وحنا عندنا نماذج طبعا، أنت وأنا والأخوي حمدان والمشجع العادي عندهم نماذج كثيرة، الفرق صغيرة فاجأت الجميع وتغلبت وحتى وصلت إلى أدوار نهائية. يعني إحنا نتفق أن منتخب أستراليا الآن يعني منتخب قوي، يعني حتى التعادل إن طلعنا منه نعم. راح يكون راضي. هذا المنطق، هذا شيء، هذا المنطق، هذا بطل آسيا، بطل صحيح. آسيا ومنافس وأخذ أي أحد يجي يقول لك التعادل مع منتخب أستراليا نتيجة سيئة، هذا ما هو عارف طبعا هدفنا الأول الانتصار، إذا ما حصل الانتصار التعادل.
طيب ماجدة تتفق معنا تقول تصريح مدرب استرالي محفز لصقور الخضر. أم محمد تقول أتمنى تكون تصريحات مدرب استرالي محفزة وليست محبطة. كاتبين بإذن الله الفوز المنتخب. زمن الجميل. طيب عندما ندعو الله تعالى بأن ننتصر لهذا الوطن سواء على الجبهات أو داخل الوطن بكل شرف وفخر، لكن لما نجي للمنتخب يخذلوننا. كاتب مشعل أتوقع ردود فعل لاعبي المنتخب بعد سماعهم تصريح مدرب استراليا بالفوز، إن شاء الله الكل متفائل. خلينا نروح لحالة جميلة بعد اللي صار من شركتي، يعني هذا اللي أنا كنت أطالب فيه دائما، الشركات تتحرك وتتحرك لدعم هذا المنتخب. الآن إذا ما تحركت الشركات في مناسبة مثل تصفيات كأس العالم وتأهل لكأس العالم وفرحة كثير من الشرائح الشباب في المجتمع، فمتى تتحرك؟ اليوم أقامت الخطوط الجوية العربية السعودية أمس في جدة حفل تكريم لبعثة المنتخب السعودي لكرة القدم بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم أحمد بن عيد ونائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي خالد بن حماد البلوي وكافة اللاعبين والجهاز الفني والإداري. واستعرضت السعودية حملتها تحت شعار كلنا اللاعب رقم 12 التي تهدف إلى دعم وتعزيز الروح المعنوية للمنتخب في مباراته المقبلة أمام منتخب أستراليا والإمارات ضمن منافسات المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018. خلينا الحين نروح نشوف لقاءات عدها الزملاء مع كثير من مسؤولي المنتخب من ضمنهم رئيس الاتحاد أحمد عيد وكذلك رئيس لجنة المسابقات أحمد العقيل وكذلك خالد البلوي المسؤول عن الخطوط الجوية وكذلك طارق كياد. أبناء هذا الوطن نفخر بأن هناك شركات عملاقة ترعى منتخب المملكة العربية السعودية، والخطوط السعودية ليست وليدة اليوم، الخطوط السعودية منذ تأسيسها وهي تعمل على ربط المملكة العربية السعودية، ربط شعب المملكة العربية السعودية بعضه البعض. اليوم هدف آخر وهو هدف رياضي سامي نسعى جميعا إلى تحقيقه. أنا أشكر كل القائمين على الخطوط السعودية بما قدموا، وهذا ليس بمستغرب. اليوم تكريم لكل رياضي مارس رياضة كرة القدم من خلال هذه الأمسية الجميلة التي جمعت اللاعبين، جمعت المسؤولين، جمعت الإداريين، وجمعت المدربين، إلى جانب جمعت كوكبة من الإعلام السعودي الذي يحظى دائما باحترام وتقدير الاتحاد السعودي ولاعبي منتخب المملكة العربية السعودية. وأكني لكم كل التقدير وأشكركم على مؤازرتكم وعلى دعمكم، وإن شاء الله المنتخب السعودي من حسن إلى أحسن. هدفنا القادم الوصول إلى مونديال العالم 2018 في روسيا، وحق مشروع لنا أن نحافظ على هذا الهدف ونساهم مع غيرنا في الوصول إليه. طبيعي اليوم الخطوط السعودية وغيرها من الشركات هي ذراع تجاري وذراع مهم وداعم مالي كبير للاتحاد السعودي ولمنظومة كرة القدم بشكل عام. الاحتفالية المبسطة اللي صارت اليوم كانت على جزئين، الأول تدشين الرعاية بشكل فعلي للخطوط السعودية، والثانية إعلان إطلاق باقة إعلانات وخطة دعم من الخطوط السعودية للمنتخب السعودي تتوازن مع أهمية هذه المرحلة. اللعيبة مستشارين المرحلة، مستشارين المهمة، وحاسين بالتفاف الجميع حولهم، وإن شاء الله أنه يعني نتوفق في حصد 3 نقاط بحول الله. حرصنا بتواجدنا هذا اليوم لاستضافة أعضاء المنتخب في هذه الأمسية، تواجدنا لاستعراض مبادرات الناقل الرسمي للمنتخب الوطني وإطلاعهم على الأنشطة التي ستقوم بها شركة الخطوط الجوية العربية السعودية في برنامج دعم المنتخب. وكما شاهدنا واستعرضنا سويا شاهدت كثير من المبادرات التي تصب في هذا المجال. الناقل الوطني للمنتخب الوطني هذا الشعار نعتز فيه نحن ونعتز فيه مع الخطوط السعودية. الخطوط السعودية تعتبر راعي وناقل وقدمت لنا أشياء كثيرة وتسهيلات كثيرة الحقيقة، ساعدتنا كمنتخب في التنقلات الخارجية يعني هذا ما هو حفل تعارفي وحفل تكريم من قبلهم لأفراد أعضاء المنتخب، نشكرهم ونتمنى أن تكون شراكتنا هذه دائما فعالة، ونكون نحن إن شاء الله في الموعد حتى تكون يعني شراكة الخطوط السعودية إن شاء الله، وهي تنقلنا من بلد لبلد ونحن متصلين بحول الله تعالى.
ما شاء الله حتى الجمهور أشوفه في التغريدات جمهور واعي وجمهور مثقف وجمهور يعني قاعد يعني حتى يعطي رسائل جميلة للأخضر. ماجدة كاتبة كلام جميل، كاتبة الأخضر بحاجة لخطوة واسعة نحو مونديال موسكو متفائلين بحضر لموقعة الخميس. أيضا كاتب حاج السواد في التصفيات الأولية قبل شهر فاز منتخب أردن أستراليا 2-0 وذلك بالقتالية داخل الملعب وحماس الجماهير. صحيح نقطة جميلة. حاجز أيضا مسلم، يا سلام عليك يا مسلم، يقول لك تصريحات، شوف التفاؤل كيف قوة التفاؤل، تصريحات مدرب أستراليا سوف تكون نتيجتها عكسية وسيراها في الملعب ويقول يا ليتني سكت. يا رب إن شاء الله. كأني بأحد اللاعبين المنتخب السعودي بعد مباراة وهو يضحك يرد على التصريح هذا. الكلام على الكلام في التغريدة الأولى كان كلام جميل اللي الماجدة اللي تقول خطوة واسعة نحو موسكو متفائلين بحذر لموقعة الخميس. هذا جميل، هذا التعامل الصحيح مع مباراة مثل هذه. أنك تكون متفائل، عندك رغبة بالفوز ولكن ما تترك المجال للمنتخب الأسترالي يفعل فعاله. لأن المنتخب تكتيكي بحت، لا ينظر للفنيات جدا، لا ينظر لل... ما صرح كذا إلا واثق، ما صرح بهذه الطريقة إلا واثق الرجل. بالتالي أنا كان لي فرصة اليوم الظهر قاعد أقلب تاريخ المنتخب السعودي وشفت مباراة المنتخب السعودي أمام اليابان 2007 كاملة. طبعا المنتخب السعودي الحالي فيه ثلاثة من اللاعبين اللي لعبوا في ذاك المنتخب، فيه الحلم سليم وهوساوي وتيسير الجاسم. لما تشوف المنتخب الياباني اللي لعب ضد المنتخب السعودي والمنتخب السعودي اللي كان يمر في مرحله انتقاليه بعد كاس العالم، صح ما كان في فروقات كبيره، كان لا كان الهيلمان المنتخب الياباني مسيطر اي بس داخل الملعب ما شفنا فروقات. هذا منتخب شاب لسه جاي بيثبت وجوده صح مع مدرب جديد، كان ما يعني صحيح طموحه صحيح اي نعم في ذاك الوقت كان جديد، فكان طموحهم انهم يقدمون مباريات حلوه بس كانوا يلعبون بروح، كانت الكره تتناقل بينهم في ارض الملعب بسهوله لانهم يثقون بانفسهم. فالمباراة هذه أتمنى أن نشوفها أو تتكرر سيناريو حقها في يوم الخميس أمام أستراليا. طيب خلينا نقرأ بعض الأخبار لمنتخبنا. وكاتبين وسط حضور متابعة رئيس الاتحاد لكرة القدم أحمد الدعيل الحربي واصل المنتخب المساء اليوم الثلاثاء برنامجه التدريبي بحصة تدريبية مسائية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة الجوهرة ضمن البرنامج الإعدادي استعدادا لمواجهة منتخب أستراليا. بدأت الحصة التدريبية بتمارين إحماء باستخدام الأقماع، بعدها تمرين تمرير متنوع ليل الشراع، بعدها السيد بيرت فان مارفيك بتقسيم لاعبي المنتخب إلى مجموعتين ليجري مناورة تكتيكية على كامل الملعب، طبق معها مجموعة من الجمل التكتيكية. أيضا كاتبين شارك اللاعب محمد السهلاوي في التدريبات الجماعية مع زملاء. أيضا يعقد غدا الساعة 11 صباحا اجتماع الفني مباراة منتخبنا الوطني مع منتخب أستراليا وذلك في مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة، بينما سيعقد المؤتمر الصحفي لمدرب منتخب أستراليا عند الساعة 4 عصرا، ومن ثم سيعقد المؤتمر الصحفي لمدرب منتخبنا بيرت فان مارفيك عند الساعة 7 مساء في قاعة المؤتمرات الصحفية. أما بخصوص حكم المباراة فقد أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن الحكم الأوزبكي رافشان إبراموتوف سيقود لقاء المنتخب السعودي أمام نظير المنتخب الأسترالي عونه عبد الحميد رسلوف وسعيدوف أسماءهم صعبة مساعد ثاني وقاسيموف أوف حكم رابع. يعني كثير نتفائل أبو يزن، كثير نتفائل بالأوزبكي يعني رغم أنه حكم، يعني رغم أنه حكم قوي جدا وجيد. والله أنا شايف موضوع الحكام أمر حساس، أنا اثنين وإن ما اثنين هي في الأخير المباراة راح تكون يعني خطيرة على الحكم، اعتبار أنه كيف ممكن يسير المباراة. نجومية الفريقين ممكن تساعد الحكم دائما، حكم أي مباراة أنه ينجح، ولكن ما يفرق الحكم في المرحلة هذه. إحنا عندنا حساسية حقيقة من الحكام الماليزيين فقط، لكن أي جنسية ثانية ممكن تكون الأمور طبيعية. إذا سمحت لي أني ممكن أرجع معايير الفوز لهذه المباراة، أنا حقيقة سجلت ثلاثة معايير عندي هنا ممكن عطني اللي هو التصريح هذا دائما للفريق الخصم أو للمنافس بس لا يسمعها مدرب أستراليا بس يبعث الحماس يعني خاصة اللاعبين السعوديين يعني عندهم الحماس عالي، فبالتالي لما تعطيه تصريح مضاد ومشاهد في الأندية بالتالي يعطيك ونجد فعلا له نتائج. لا أبو يزن، إحنا كعرب إحنا عندنا يعني روح الانتقال روح
النفور. روح على الانتصار وروح على الانتقام. خلينا نقول كبيره. لا خلينا نضيف احيانا الانتصار للراي. يعني الكبرياء صاحب تلاقينا دافع الراي باي شكل يعني. صحيح. الامر الثاني ان المباراه على ارض المنتخب السعودي، بالتالي عندك مباراه اياب، يجب ان تكون حساباتك مختلفه تماما وتحط كل طاقاتك في هذه المباراه حتى تظفر بالنقاط الثلاث. صح. وتقطع شوط كبير ترتاح في مباراه الامارات وترتاح في المباراه القادمه. الامر الثالث الحضور الجماهيري اللي حقيقه غير معتاد. احنا يمكن قلناها بشكل عابر ولكن يجب ان نقف عندها، انه كان في دعم من شركه المسافر بتذاكر مجانيه، وهذا الامر حقيقه يدعو للفخر والاعتزاز. وبالتالي الجماهير لبت هذا الموضوع. الجمهور السعودي عندما يحضر في المباريات يجد انعكاس على اللاعبين بشكل كبير جدا. أتذكر عام 94 و96 في استاد الملك فهد مباريات تصفيات كأس العالم وآسيا، حقيقة كان الجمهور بيغطي جنبات الملعب لأكثر من 65 ألف متفرج، وبالتالي كان في إشارة واضحة إلى أن الفوز مستحق والفوز حاضر. فبالتالي لاعبين اليوم إحنا نقول إنهم مهاريين، ينقصهم بس مثل هذا الدعم والثقة. لما أنا اليوم لاعبين المنتخب يلعبوهم أبو يزن كاملة من كافة الشارع الرياضي حيقدموا مستوى جيد. أبو يزن متى نترك؟ يعني أنا شفت أبو فرح نفس الطريقة وأنت نفس الطريقة. دائما نسترجع ذكريات. متى الحين نستشهد بالواقع؟ متى نيجي نلقى منتخبنا منتخب بفوزنا يعني هاني بفوزنا على استراليا والامارات حيرجع كثير من هيبه الكره السعوديه. والله السبب صح. الرئيسي في انه المنتخب يرجع هذه الهيبه ويرجع هذا التاريخ انه حقيقه ظفر بالست نقاط، ست نقاط مطمئنه جدا. والجميل في مارفيك انه غير متوقع، وانه مارفيك من هولندا بيدير المنتخب وبالتالي مشيت الامور معه. لا يمكن انك تغامر وتقدر وتقعد تحاسبه على موضوع جلوسه في هولندا وروح ويجي. طيب. الرجل قاعد يقدم مستويات كويسه. طيب. للفريق. صح صح. الى الان مارفيك، وبالتالي النتائج ما يعني ماشيه تمام. فمن غير يعني ضرب الجنون انه نفكر يعني تفكير ثاني. ابو يزن الى الان حتى انا مستحي لما اجي يعني احاول اني اخاطب مارفيك بحده، استحي يعني لما اشوف الست نقاط حتى ما يكون لحدتنا اكثر. يعني خلي يصير اي تعثر نلقى له ممسك مدخل بهذا الطريق. لا حقيقة احنا بنقول دائما بنقول حتى لو المستويات مش طيب. كويسة، بالتالي احنا عندنا ارقام. صح. لما نلقى ست نقاط وبالتالي نحضر 12 نقطة. طيب. قطعنا شوط كبير. طيب. نحو المونديال باذن الله. محمد المدحمي كاتب مساء الخير، جمهور جدة وجدة فعلها عالي، المنتخب في عيون اهلك وجمهورك. ايضا كاتب ابو سعود الاهلي كاتب قوة المنتخب الاسترالي في الدفاع، اتمنى يكون الهجوم السعودي في احسن حالته. كاتب مارفيك حاجز السواد، كاتب مارفيك يعتمد الثبات في التشكيلة ولا يغير الا في حصول الاصابات. اوجد صورة وشكل المنتخب مستوى تفاؤل، المنتخب لا يخسر نتمنى. أبو فرح يعني جدة صارت الخيار أمثل لمبارياتنا الآن، يعني التذاكر المجانية وانتهت قبلها بيومين أو ثلاثة. شفنا في الرياض، خلينا نكون واقعين، في الرياض ما كانت كثيرة بالتأكيد، لكن الظرف يختلف. الآن وضع المنتخب أفضل معنويا وبالتالي محفز لحضور الجماهير. سبق وصار في مباريات في الرياض في المنطقة الشرقية وفي جدة كان فيها حضور الجماهير أقل، لكن في الوضع هذا اعتقد لو كانت في القصيم في ابها في الجمهور الان داعم للمنتخب ورا المنتخب وست نقاط حفزت، وهذا جانب ايجابي ترى. جميل يعني بالعكس لما يكون الجميع يد واحده في نحو هدف واحد. صح. جانب معك. ايجابي يدعم اللاعبين ايضا. اثني على الكلام اللي قاله احد المشاركين في هاشتاج البرنامج عن منتخب الاسترالي. المنتخب الاسترالي مو بس الدفاع مميز، كل خطوطه متميزه. صح. مترابطة، لا يهتم للفنيات، لا يهتم للأداء الجمالي في الملعب. عنده 1+1=2، أشبه ما يكون هو أداءه بالأداء الإنجليزي، أسلوب الكرات الطويلة والكرات العرضية. وبالتالي التركيز يجب أن يكون من لاعبين المنتخب في كل الخانات وخلال 90 دقيقة كاملة. طيب عبد الله غامدي هذا شكله يعرف حمدان، كاتب قوة أستراليا في تهويل الإعلام الخليجي بمستواهم، والدليل أستراليا في عز مستواها خسرت من عمان على أرضها. خلينا نقفل الملف المنتخب، بكره راح يكون عندنا يعني تفصيل كبير، لان خلاص بكره راح تكون المحطه الاخيره قبل او اليوم الاخير قبل مباراه المنتخب. خلينا نروح لملفنا القادم المحلي، الصديقان الاهلي والنصر. الحال قبل اليوم كان من بعضه لكن التجاوب كان مختلف. الاهلاويين استوعبوا الدرس من رابع جوله ففكروا وقرروا ثم نفذوا بجروس، اما النصراويين ففكروا ثم ترددوا ثم اجتمعوا ثم
قرروا استمرار زوران، وبين غوميز وزوران كانت شعرة معاوية للإقالة، أحدهما فعلها والآخر ينتظر المشرة. التقرير يحكي حالهما بقيادة أو بأنامل المبدع عبد الله سرحان. اختلفت الآراء والانتقادات، واختلفت وجهات النظر، وجمهور عاشق لا يرضى إلا بالقمة، ورجال خدموا في القلعة من أجل التاريخ. في أول الموسم جلبوا السوبر ورفعوا الراية بلقب أبطال الثلاثية، وعادوا إلى جميل ليواصلوا حصد الألقاب والتربع على عرش الذهب. بل أن دافع الروح افتقده اللاعبون في أرض المعارك، والبحث عن الإجابة يبدو أنه اتضح. غوميز أتى إلى الكتيبة الخضراء ليستلم مهمة البطل ويحافظ على المجد وإكمال مشوار الذهب. بدأ مع القلعة بتتويج كأس سوبر لندن بالانتصار على جاره الهلال، وعاد إلى الاختبار الصعب في بداية مشوار الدوري الذي انطلق بأول لقاءاته مع الراقي، وخرج برباعية تعطي دافعا قويا لديه ونداء جنوده. بل أن الليث الأبيض وقف أمام مسيرته وخطف منه 3 نقاط ثمينة، ومن هنا بدأت الآراء في اختلاف كبير، وبدأ صوت النقاد يتعالى وأصروا على الصبر والانتظار عن ماذا سيقدم غوميز لأبطال الثلاثية. في لقاء العميد نفذ صبر العاشقين وهتفوا له بالرحيل. مجلس الإدارة بحث في أروقته ولم يجد إلا إدارة قرار بإقالته من أجل المحافظة على مشواره البطولي، ولم يجد مجلس الإدارة الحلول في البديل إلا الراحل الذي أعاد عرش التاريخ إلى القلعة. أتى في أذهان كل محب لهذا الكيان بجلبه مرة أخرى ليكمل مسيرته الحافلة بالإنجازات. عاد غروس إلى أرض تاريخه واستلم مهمته، عاد ليجلب المزيد من الألقاب، عاد ليزرع الروح بين الجنود والعشاق. أهلا بعودتك إلى ناديك وجمهورك. عاد الهواء حبيت التباعد ولا فكرت قط وش عاد بعدي أنا من أجلي واحد. القصة لم تنتهي بعد، فظهر لنا وجه آخر مهدد أيضا بالرحيل. يا للعجب، من بعد سلسلة إقالات المدربين من الهلال والفتح والأهلي، زوران ماميتيتش المدرب الكرواتي لنادي النصر وضعت الإدارة خطا أحمر على ما قدمه، وهددت برحيله لنتيجة الإخفاق الذي يواجهه الفريق وذهاب الروح من اللاعبين، ولم يصدر أي سبب مقنع من القائد. برصيده 2 من الخسائر، 2 من رصيد الانتصار. مجلس النادي أجبروا على أخذ قرار وحيد، وهو الانتظار عن ماذا سيقدم. موسم جميل حافل بالإقالات والتعاقدات مع المدربين. هل نفذ الصبر من بداية المشوار، أم كان الوضع يحتاج لمشرط الخبير من البداية؟ أسئلة إجاباتها قادم الأيام. اليوم كان فيه اجتماع لأعضاء شرف النصر في قصر الأمير مشعل بن سعود رئيس أعضاء شرف النصر. هذا الاجتماع كان لوضع خطة عمل جديدة مرضية لعشاق النصر في كافة المجالات. أحد أعضاء شرف النصر الداعمين والعاملين بصمت لصالح هذا الكيان كان حاضرا في هذا الاجتماع. ينضم معنا الأستاذ عبد الله العجلاني عضو شرف النصر الداعم والفعال. مساء الورد يا أبو خالد. اهلا مساء الخير اخوي هاني، هني اسلم عليك وعلى ضيفك الموجود. ابو خالد، اليوم الشارع النصراوي كان مترقب كثير لنتائج هذا الاجتماع، يعني خصوصا فيما يتعلق بوضع مدربه زهران وكذلك كل ما يخص الشان النصراوي. وش حصيله اجتماع كبار النصراويين اليوم؟
الحقيقة كان اجتماع جدا مثمر، في توافق كبير جدا ما بين يعني إدارة النادي. صراحة إدارة النادي وجهت نظرها في الوضع الفني للفريق. طبعا تم استعراض كل الجهود الجميلة جدا اللي قامت بها إدارة النادي من بداية الموسم برئاسة صاحب السمو الأمير مشعل وحضور سمو رئيس النادي ونائبه طبعا وبقية أعضاء شرف الزملاء. ناقشنا طبعا الأمور المستقبلية للنادي. الوضع جدا يعني من فضل الله في توافق شرفي كبير مع الإدارة. بالنسبة لما أشيع في الفترة الأخيرة عن مدرب الفريق، كان في نقاش وجهات نظر من بعض أعضاء شرف، وإدارة النادي ردت على استفسارات أعضاء شرف وتسمع وجد الثقة في النادي، لأنه لم يتم أصلا يعني مناقشة يعني رحيل المدرب. نعم بالضبط، كان محاولة التوضيح لأعضاء الشرف عن مدى يعني قناعة الإدارة بالجهاز الفني. الجميع الحقيقة أبدأ يعني إشادة احنا طبعا نعرف أنه الدوري 4 جولات فقط، صح. واتفق الجميع الحقيقة أن الوقت ما زال مبكرا بالحكم بشكل نهائي على 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 الجهاز. طيب أبو خالد، يعني لو الحكم كان مبكر على كلامك، ليش صار في تصويت على رحيل المدرب أو بقائه؟ لا شوف، احنا الإدارة نادي النصر دائما تحاول ان تشرك سواء اعضاء الشرف او حتى الاعلام النصراوي او الجماهير النصراويه بشفافيه كامله، انه هذا وضع الفريق. نحن نامل باذن الله انه الفريق، وعندنا طموح كبير انه الفريق حيكون في الفتره القادمه بشكل افضل. مشاوره اعضاء الشرف ليست في الرحيل او البقاء، مشاوره اعضاء الشرف انه هذا حال الفريق في الوضع الحالي، ونحن نعمل بإذن الله. والجميع أيد الإدارة على أنه بقاء المدرب هو الخيار الأفضل. لا يمكن أن تقيم تجربة فنية صحيح فاضل في خلال 4 مباريات. معك، أنا معك أبو خالد. طيب، كان التصويت كامل يعني لبقاء المدرب، ولا كان في أحد معارض في هذا الشيء؟ كان إجماع حقيقة من الجميع ببقاء المدرب. طيب، يعني كان في صخب كثير من والجميع حتى المنصفين من خارج الوسط الرياضي يعني يشيدون بالإعداد الفني والبدني لنادي النصر. طيب، إيش كان المشكلة الأخيرة؟ يعني كان في يعني زي اللي سمعناه كثير يا أبو خالد، وانت قريب من البيت النصراوي، والمشاكل كثيرة كانت بين المدرب وبين اللاعبين. يعني كانت في، ناقشتم هذا الشيء في الاجتماع؟ حاولتم توصلون لحل معين في الطريقة؟ احنا الحقيقة لا ننكر ان احنا يعني خرجنا من موسم غير جيد ابدا في الموسم الماضي. صحيح. لذلك ووجود جهاز فني جديد بفكر جديد بفكر فني جديد، فكان يعني كان مشكلة النتائج الى الان الحقيقة غير مرضية نوعا ما، لكن الفريق ليس بسيء، يفرق عن المتصدر يمكن 4 نقاط. واحنا دائما نؤمن ان العمل لا يمكن ان يقيم العمل في شهر او شهرين ثلاثه، انما العمل الاداري كان جدا ممتاز الحقيقه من بدايه الموسم الى الان. نامل باذن الله بجهود الاداره واعضاء الشرف وكل المحبين انه يتكلل بما هو مصلحه النصر خير. طيب ابو خالد، يعني كثير من النصراويين مستائين من عملية تسويق اسم كبير كنادي النصر استثماريا، وأنا أعرف كثير أنك أنت يا أبو خالد ساهمت كثير في هذا الشيء من خلال تسويق كثير من الشركات للنصر، ومن بدافع حبك يعني عضوية شرفك للنادي. إيش اللي كان في الاجتماع من هالناحية بالتحديد؟ والله شوف، احنا على يعني الحمد لله السنه هذه الجانب الاستثماري بجهود الاداره واصحاب السمو واعضاء الشرف ورجال الاعمال صار في حراك استثماري جيد نتج عنه يعني بعض العقود يعرفها الجميع طبعا، سواء عقد صله او عقد المسافر. وانا صراحه لا اخفيك انه الفتره القادمه القريبه القادمه يعني سيضاف بعض الشركات نادي النصر الاستثمار، عشان نكون منطقيين ضعيف في اغلب الانديه الحقيقه. صحيح. لكن النصر لا مقدم على حراك استثماري جيد، نسال الله التوفيق سواء للنصر او لجميع الانديه الوطن. كلمه للرجل يعني الامير مشعل بن سعود رئيس اعضاء شرف النصر، هذا الرجل دائما يعني اذا قال النصر تلقاه يقول دائما لبيه لهذا المجلس، كلمه لهذا الرجل يعني.
والله الحقيقة صاحب السمو الكبير مشعل بن سعود يعني شاهدتنا في مجروحة جهوده يعني احنا كقريبين من أجل النصر نرى هذه الجهود وعلى مدى سنين طويلة. طبعا ما هي الأمير مشعل بن سعود لا يختزل جهده في الفترة الحالية. رجل داعم ومحب وحاضن لجميع رجالات النصر وأعضاء الشرف والأخوان كلهم. الحقيقة ألف شكر على الوقفة اللي غير مستغربة عن صاحب السمو الكبير مشعل بن سعود. إضافة إلى إدارة النادي الحقيقة تقوم بجهد تنظيمي أيضا داخل النادي يمكن في أشياء ما يعرفون المحبين. لكن أنا أقول إنه النصر مقبل على 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 فترة عمل جيدة جدا ونتائج بإذن الله تواكب الجهد الإداري اللي يتم الآن والشرفي. طيب آخر شيء أنا ما أدي أطول عليك يا أبو خالد، أنا عارف مشاغل كثيرة، بس بسألك عن اللي نسمع كثير عن يعني عن أن نائب رئيس النصر الأستاذ عبد الله العمراني هذا الرجل الذي يعمل بصمت كبير في النصر يعني، والمشاكل الأخيرة والرجل حاول يستغيل أكثر مرة، هذه الأخبار صحيحة ولا الرجل كان يعني قلبا وقالبا مع الأمير فيصل التركي في هذا الاجتماع؟ والله أنا يعني عشان أكون صادق معك أنا 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 أسمع مثل هذه الأقاويل اللي بعيدة جدا عن الواقع. الأستاذ عبد الله العمراني موجود في جميع الاجتماعات الرسمية، حاضر قلبا وقالبا مع الفريق وجهوده يعني يراها الجميع. اختلاف وجهات النظر يا سيدي الفاضل لا يعني الابتعاد عن النادي او عدم دعم النادي او عدم وقوف النادي. لكن من 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 احنا في نادي النصر سواء اداره النادي او اشرف كل انسان يطرح وجهه نظره ورايه ولا تمثل اي مشكله بين الاداره او اعضاء الشرف. طيب اكتمل الدعم كامل اللي كان وعد فيه في بدايه الموسم اعضاء شرف النصر؟ بنسبة كبيرة جدا دفع أعضاء الشرف اللي التزموا فيه، والبقية ملتزمين بإذن الله في الفترة القادمة. جميع أعضاء الشرف نقدرهم ونحترمهم وأكيد أنهم لن يتخلوا عن ناديهم بلا شك. أبو خالد ألف 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 شكر لك على مداخلتك، وإن شاء الله كما وعدتنا إن شاء الله نشوفك ضيف إن شاء الله على هذه الطاولة بإذن الله. بإذن الله، شكرا لكم على برنامجكم الجميل هذا، نسأل الله التوفيق للجميع. كان معنا عبد الله العجلاني عضو شرف نادي النصر والحاضر اليوم للاجتماع أعضاء الشرف واللي تم تنصيب فيها أو تم استمرار فيها للمدرب زوران. أبو فرح عندك تعليق؟ والله لا تعليق، الرجل يتحدث بعد خروجه من اجتماع اليوم. نأخذ كل كلامه على محمل الجد ولم يقل شيء مخالف للواقع. الأيام تكشف كل شيء. يعني أنا أعتقد أنه في مشكلة في المدرب، في مشكلة حول بقائه ورحيله، ولذلك جاء هذا الاجتماع. النتائج السيئة في بداية الموسم للفريق كما هي في بعض الأندية الأخرى لإقالة مدربيها سببت هذه المشكلة. أنت مع إقالة المدربين بهالطريقة؟ لا 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 إطلاقا، لا في النصر ولا في الأهلي ولا في الهلال ولا في لا الهلال كان لك أنت كل لا أقصد الخطأ معالجته من بدري في الصيف مو الآن تعالجه. المدرب يبين لك هل هو عنده قدرات ولا ما عنده قبل ما توقع معه. لكن زي وضع قوميز مثلا أو النصر، طبعا هنا وقع بأخطاء واضحة متعمدا وإدارة الهلال كشفت الوضع. المدرب الهلالي جوستافو ليس بهذا السوء كقدرات، ولكن تعامل أخلاقي خاطئ كان في تسببه في خسارة نقاط من أجل الرحيل. أما في الوضع في النصر وفي الأهلي كلام الأستاذ عبد الله كلام منطقي، التريث والهدوء حتى التحقق من هل المدرب هل هو مناسب للفريق أو لا ممكن مع الوقت يكون مناسب. يعني في مدربين كثر وصلوا لأنديتهم لم يظهروا قدراتهم إلا بعد مرور فترة طويلة على تدريبه. طيب خلنا نروح للي كان معارض بشدة هذا الرجل، يعني أي حين ماسك عليك هالكلمة يا أبو يزن، أنت كنت معارض بشدة لقالة جوميز وكنت تقول لي على هذا يعني في هالبرنامج قلت لي إن إذا كان الأهلي يفكر في قالة جوميز فهي بتصير يعني شيء خاطئ. فرطنا يا هاني قدام الجمهور الآن الوضع فيه تباين. يعني إحنا بنقول طيب. يعني لم يكن أسوأ المتشائمين أو المتفائلين يعتقد بأن جروس راح يرجع للملاعب السعودية.
السعودية. هذه النقطة الرئيسية اللي يجب أن نوضحها. أنا كنت ضد إقالة غوميز ولكن طالما الخيار جروس فأنا أقول أهلا برحيل كل المدربين، ما عندنا مشكلة في الموضوع. لكن أنه جروس يرفض وكانت الصورة بالنسبة له واضحة وكان عنده توجهات، هو دائما بيخطف بطولة الدوري في أي فريق ويرحل يغيب سنة وبالتالي يتعاقد مع نادي جديد، هذه سياسة جروس وكانت حتطبق الموسم هذا. لما الأهلاويين شافوا أن الوضع سيء مع غوميز لا يمكن أن يغامر بمدرب جديد، كون هذا أحد ترشيحات جروس أساسا ولعب أمام الأهلي وكان ند قوي مع التعاون فيعرف تركيبة النادي الأهلي، فكان الخيار الأنسب. إقالته تتطلب مربوطة بعودة جروس، وأنا أثق تماما أنه لو جروس موافق لن يكون هناك إقالة لغوميز، لأنه عنده إمكانيات كبيرة جدا قد لا تظهر إلا بعد الجولة السابعة أو الثامنة، عطفا على سببين رئيسيين: اللاعبين استوعبوا هذه التركيبة أو هذه الفلسفة التدريبية، الأمر الثاني أنك أنت طلعت من مرحلة التوقفات، الأمر الثالث أنه اللاعبين يعني سلموا تماما أنه هذا هو المدرب اللي راح يقود المرحلة، فبالتالي لازم يكون وما في فترات كبيرة، يعني الرجل ما رحل إلا يمكن بحوالي 3 أسابيع، يعني ما كان ما الفكر ما فترة إلا غير كافية لأي مدرب. صحيح فيه نوع من التغيير على اللاعبين وكان في تباين واضح في المستوى والأداء، ولكن غوميز حقيقة عنده فلسفة تدريبية عالية جدا ممكن ما توضح إلا من الجولة السابعة الثامنة، بقية الفرق المنافسة تكون مثلا عددك ب3 إلى 4 نقاط وهذه مهمة بين المنافسين، 3 إلى 4 نقاط تعتبر معدل كبير جدا على اعتبار أن هناك مواجهات مباشرة فيما بين الفريقين ممكن تفرق في الجولة اللي بعدها إلى 6 نقاط. طيب تقريباً. أنتم عندكم يا الأهلاويين يعني عندكم حب، أنا لاحظته في حب كبير، عندكم عشق لهذا الرجل جروس، يعني حتى شفت عند الأهلاويين أبو يزا أبو يزا نلعب على بعض عند الأهلاويين خلاص أنت أجل أنت هلالي أبو يزا أنا على مسافة واحدة من كل الأندية. طيب أبو يزا يعني كان شفت أنا حتى من العشق الأهلاوي لجروس شفت يعني مقال جميل كاتب، يعني يمكن أنت عارفه محمد القرني كتب كلمات جميلة عن جروس وعطاك مقارنة كبيرة بين مدربين وعودة مدربين. هذا الشيء يعني يدل على أن الأهلاويين وجروس يعني خلاص استشهد فيها الكاتب الأنيق مسي عليه محمد القرني بأنه عودة ديمتري حقق ثلاثية ومن ثم حقق رباعية، يعني كثير من الاستدلالات جابها في المقال أنه كثير من المدربين اللي بيرجعوا يعودوا استشهادوا في عودة جروس أنه كل الأدوات موجودة، كل عناصر النجاح موجودة، الرئيس المرزوقي يحظى بدعم شرفي ودعم جماهيري مدرج، وبالتالي أيضا عودة محبوب النادي الأهلي جروس عن طريق الرئيس الجديد تجعل هناك نوع من التناغم، القرار مدروس بشكل كبير جدا. أبو يزا بما أنك جبت طاري الرئيس الجديد خلينا نقول اليوم كانت الجمعية العمومية لتنصيب المرزوقي رئيس الأهلي وطلعوا الأهلي بيان، عقد النادي الأهلي جمعية العمومية الغير عادية بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن عبد الله عضو شرف النادي وصاحب السمو الملكي الأمير التركي بن محمد عبد الله الفيصل، هذا البيان قدامكم، رئيس هيئة أعضاء شرف وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد رئيس الهيئة المالية بالنادي وعدد من أعضاء الشرف، حيث اكتمل من خلالهم النصاب. وضح أعضاء المجلس كذلك أعضاء المجلس في نهاية الجمعية ألقى رئيس النادي الأستاذ أحمد المرزوقي كلمته التي شكر فيها الأمير خالد بن عبد الله والأمير التركي بن محمد عبد الله فيصل وجميع أعضاء الشرف وكل من منحه الثقة الغالية، متمنيا أن يوفق مجلس الإدارة في تحقيق التطلعات المنشودة. كان هذا بيان الأهلي. أبو فرح، ما بين الأهلي يعني والنصر تشابه في كل شيء، يعني حضور متردد، كان في عدم رضا تدريبي، الأهلاويين يعني أنا أقول يعني أنا برأيي إن القرار كان موفق، يعني لو شالوا غوميز الكل كان يتفق على غوميز جيد، لكن لو غير جروس كان ممكن يصير يعني كلام ثاني. النصراويين قرروا استمرار زوران، كيف شايف الحالتين؟ والله شوف أنا في وجهة نظري طبعا قد تختلف عن وجهة نظرك وكل واحد له رأيه. أنا أعتقد أنه إقالة غوميز كانت خاطئة، الأهلي أخذ وقته كاملا لرؤية غوميز وإمكانياته وقدراته، وأنا أتفق مع الأستاذ في أنه كان من المفترض الصبر على غوميز لأنه خيار جيد وأثبت وجوده في الدوري السعودي مع ضد الأهلي ومع ضد الأندية الأخرى القوية. جروس
نفسه اللي الآن يتغنى فيه الأهلويين اللي تمت إعادته الموسم الماضي بعد نهاية كأس ولي العهد، كان فيه غضب كبير من جميع جماهير الأهلي على قروس. اللي فرق أنهم صبروا عليه وحقق الدوري مع الأهلي، وحقق السوبر مع الأهلي، وحقق كأس الملك. أنا أقصد أنه ربما الواحد لا يعلم الغيب، لكن ربما لو صبر على قوميز حقق البطولة الدوري أنسى الأهلويين صورة قروس. الآن الأهلي على المحك، يجب أنه ينجح قروس وإلا ستنقلب الطاولة، لأنه الآن ما عاد في أي حل ابتكاري آخر. المدرب اللي حقق البطولات مع الأهلي عاد ومسك الفريق. الأهلي ما زال ينافس على المراكز الأولى في الدوري، الفرص متاحة له، لكن لا سمح الله لو صار فيه سقوط للنادي الأهلي في أي مرحلة من مراحل الدوري راح تنقلب الآية، ولا أدري من سيكون مرمى السهام في ذاك الوقت. طيب خلينا نروح للجانب الآخر، النصراوي اللي كان في التقرير. يعني أنا ما أدري ليش التركيز الأخير أو كل هذا التركيز على حسين عبد الغني في الآونة الأخيرة. يعني كثير من سهام النقد وجهت لهذا اللاعب سواء كان مخطئ أو غير مخطئ، لكن نتفق أن الانتقاد كان أكبر مما يحتمله اللاعب من خلال أنهم كانوا يتهمونه أنه هو اللي يدير الكرة في نادي النصر. يعني حسين عبد الغني أبو يزن، تعتقد أنه ظالم أم مظلوم في هذا النادي؟ حسين عبد الغني عاشق يعني من طراز آخر ومن كوكب آخر حقيقة. رجل يصل لسن 40 وبالتالي تجد يقدم أجمل المستويات وتأثيره واضح على الفريق في الملعب، بالتالي أي احتكاك أي ربط يعزل حسين أنه هو سبب المشاكل. حقيقة حسين جايز يكون داخل المستطيل الأخضر حماسي وعنده نوع من الانفلات العصبي، ولكن غالبا يصب في صالح الفريق. مسألة الأمور الإدارية تختلف، كل الأندية نجدها على مسافة واحدة من هذه المشاكل، بالتالي لا يمكن أن تظهر لنا مشكلة من داخل النادي أنه فلان اللي أخطأ وفلان اللي أخطأ وفلان اللي عنده قصور، ولكن هي تركيبة معينة لما يكون في لاعب نموذج داخل النادي وبالتالي له حظوة عند الرئيس أو عند الجماهير. غالبا بعض الإداريين أو بعض مدراء الاحتراف أو مدراء الكرة الجهاز الإداري في الفريق لا يقبل بهذا النجم أو هذا اللاعب، بالتالي يحدث هناك نوع من الانفلات أو نوع من التنافس أو حتى التصريحات أو حتى التضليل على بعض في بعض القرارات أو بعض التعامل داخل النادي، وبالتالي نجد أنه هذا النجم يظهر أمام الجميع بأنه عنده نوع من السطوة أو الحظوة بالطريقة الغير مناسبة. حسين عبد الغني لاعب يتفق عليه كثير من الوسط الرياضي أنه لاعب نجم، ولم يعني أقرب لاعب لو احنا جبناه الآن في الملاعب السعودية يمكن يكون عمره 35 سعود كريري تقريبا أو 34. حسين عبد الغني وصل سن 40 ولا زال يقدم مستويات وعطاءات كبيرة جدا. مسألة الأمور الإدارية أعتقد أنه حتى الإداريين الموجودين في الأندية الرياضية مع الأسف هذه أنا يعني أقولها وأنا مسؤول عنها غير متفرغين وغير متخصصين، تجد لاعب سابق، ولكن إدارة كرة القدم تحتاج إلى فكر إداري، تخصص علم إدارة، تخصص حتى يدير المنظومة بشكل أفضل، ولا مانع من وجود اللاعبين كمساعدين فنيين أو مساعدين مدربين، أما الجهاز الإداري يجب أن يقوده شخص متخصص في علم الإدارة حتى يكون في نوع من التعامل، نوع من يذوب اللاعبين مع بعض، يذوب الإداريين مع بعض تحت قالب هذا الرئيس أو هذا المشرف. طيب كاتب حمد الحمدة، حسين عبد الغني أسطورة والتركيز عليه من ثلة لا تهمهم مصلحة النصر. كاتب أبو سعود، الأهلي النصر يعاني من كل الجهات والمشكلة ليست في المدرب. هندو كاتبة، لا يوجد مظلوم في نادي النصر. ماجدة كاتبة، النجاح أو النجاح هي خيارات قروس، ضغط كبير على هذا المدرب الأصلع. أبو فرح، عندك تعليق؟ أنا أعترض على تغريدة المشجع النصراوي اللي يقول أن اللي ينتقد عبد الغني لا يهمهم مصلحة النصر. لا أعتقد أن نجم كبير مثل لاعب الفذ والمهاجم التاريخي في الكرة السعودية ماجد عبد الله لا تهمه مصلحة النصر. الرأي رأي سواء اتفقنا معه أو اختلفنا معه. يعني عبد الوهاب يقول حسين عبد الغني كويس، هاني يقول مو مش كويس، هذا رأي صح. المهم أننا ما نصل لأمور شخصية ننتقد فيها أمور شخصية في اللاعب. طريقة اللاعب في الملعب، تقييمه، يخضع الآراء. المهم أنك ما تصل لأمور الشخصية. أنا شخصيا أنا أقول أنه يجب أن تقف عند حد معين مشاكل حسين عبد الغني. إلى متى طيب؟ أوكي
الجميع يتفق انه لاعب قدم المنتخب السعودي قبل نادي النصر. طب ايش المشاكل الواضحه يا ابو؟ يعني الى الان ما شفنا شيء في يعني اللي في الملعب يعاقب عليها، لكن اللي برا كلها قاعد يجينا كلام. شوف انا ما اعلم غير قاعد يجينا كلام. لا لا. شفت شيء واضح؟ ما شفت شيء واضح على حساب. انا تعاملت مع حسين عبد الغني الرجل خارج الملعب يا رجل قمة والله قمة، لكن أنا أتكلم عن ما يحدث داخل الملعب. الشغب بينه وبين اللاعبين يجب أن يتوقف، حتى يتوقفون الناس عن انتقاده، لأنه مو مصلحة الفريق، مو مصلحة أول شيء حسين عبد الغني النجم الكبير اللي هو يعلم أنه في أواخر عمره الرياضي أن يزيد الشغب، ولا هو مصلحة فريقه النصر أن يزيد الشغب سواء بينه وبين لاعبين الأندية الأخرى أو بينه وبين لاعبين نفس الفريق نفسه. طيب خلينا نروح الحين نقفل هذا الملف ونروح لأخبار الملعب بعدين أرجع لكم. تأكد غياب محمد السهلاوي هداف المنتخب السعودي عن مباراة الفريق أمام أستراليا الخميس المقبل ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات مونديال 2018 في روسيا بسبب الإصابة. حاول الجهاز الطبي تكثيف تأهيل السهلاوي خلال الأيام الماضية على أمل اللحاق بالمواجهة، إلا أن المحاولات باءت بالفشل، فيما أشارت الأخبار عن جاهزية لاعب خط الوسط نواف العابد. ألقى تقرير أسترالي الضوء على منتخب السعودية ومفاتيح لعبه، وذلك قبل مباراة المنتخبين المقررة الخميس المقبل ضمن الجولة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2018. وأوضح التقرير الذي نشره الموقع الرسمي لاتحاد الكرة الأسترالي أن النجمين نواف العابد وناصر الشمراني يمثلان مفتاحي اللعب بالنسبة للمنتخب السعودي. وقال التقرير عن نواف إنه اللاعب أكثر إبداعا في المنتخب السعودي ولديه أعصاب قوية، إذ سجل ركلتي جزاء أمام المنتخب العراقي في المباراة الماضية في التصفيات. توترت علاقة عمر هوساوي مدافع فريق النصر بإدارة ناديه بعد أن تقدم بشكوى للجنة فض المنازعات بالاتحاد السعودي يطالب فيها بمستحقات مالية متأخرة لدى النادي. وقال مقربون من إدارة النصر إن شكوى اللاعب أثارت غضب الأمير فيصل بن تركي رئيس النصر في الوقت الذي أكد فيه اللاعب احترامه الشديد لرئيس النادي لمواقفه الدائمة مع اللاعبين والفريق، لكنه رأى أن يطالب بحقوقه، ويتوقع أن تبدأ إدارة النصر في غضون الأيام المقبلة التفاوض مع اللاعب لإنهاء المشكلة، خاصة وأن اللاعب يعد أحد العناصر الأساسية في تشكيل الفريق الذي يبحث عن الاستقرار والعودة لنتائجه الجيدة في الدوري. يبدو أن الأهلاويون متلهفون على عودة مدربهم السويسري جروس أكثر من لهفة المدرب على هذه العودة، فرئيس النادي المرشح أحمد المرزوقي لم يكتفي باستقباله في جدة أو مطارها، وإنما طار إلى دبي الإماراتية ليرافقه في الرحلة التي أقلت الاثنين صوب عروس البحر الأحمر. وطالب جروس فور وصوله والتقائه باللاعبين بالعمل الجاد ومضاعفة الجهود لتجاوز العثرة الأخيرة التي يمر بها حامل لقب الدوري. أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد مساء الاثنين تحضيراته لمواجهة فريق أم صلال القطري وديا في أول مباريات الفريق بمعسكره المقام حاليا في قطر. وبدأت التدريبات باجتماع قصير جمع المدرب نصيف البياوي باللاعبين، فيما اقتصر الميران على الجوانب الفنية على بناء الهجمة المثالية عقبها مناورة قصيرة على منتصف الملعب. يذكر أن المباراة ستنطلق مساء الثلاثاء في تمام الساعة 6:30 على ملعب أم صلال. حديثنا القادم يعني في الرياض وتحديدا في نادي الهلال، لا حديث يعلو عهليا على من هو مدربنا القادم، من أصغر مشجع إلى أكبرهم لا يعلم عن القادم. الإدارة قتلت كل مصدر ولكنها في النهاية قتلت صبرهم في البداية. رحل ما توساس ولا زال الغموض سائد والأسئلة في كل يوم تلوح وتكبر في الشارع الهلالي. أشاد الكل بسريتهم ولكن الأهم نتاج هذا السرية الكبيرة. تقرير عن القادم في الهلال بلمسات وصوت عبد الله الرشود. تدور عقارب الساعة وتمضي الأيام، وما زال عشاق الأزرق ينتظرون الخبر اليقين من إدارة ناديهم حول التعاقد مع من سيقود دفة الفريق في الموسم الذي لم نصل إلى نصفه بعد.
الإدارة ما زالت متكتمة حول هوية المدرب المقبل. مصادر هنا وأخبار هناك حول عدة أسماء بدأت تظهر منذ إعلان الإدارة الهلالية عن إقالة مدربها السابق ماتوساس. بعض تلك الأسماء أثبت الوقت بأنها مجرد شائعات لا صحة لها، والبعض الآخر لا يزال الجميع يترقب تأكيد الإدارة أو نفيها أو نفي الخبر من أي مصدر آخر. الأخبار الحالية وضعت اسمين على طاولة المفاوضات، لا نعلم إذا ما كان أحد الاسمين فعلا داخل المفاوضات أم أنها شائعات أيضا، لكن التخوف الذي بدأ يدب في قلوب مشجعي الزعيم بأن الأسماء التي بدأت تظهر للعلن لم يسبق لها خوض التجربة التدريبية في المنطقة، وهذه مخاطرة قد تنجح وقد تفشل، وهذا ما لا يريده محبو الهلال وإدارته أيضا. الأيام تمضي ونقترب أكثر من عودة المنافسات بعد التوقف، ولا نعلم ما الذي ستفعله إدارة الهلال وهي تعلم بأن جماهيرها لا تقبل أبدا بالابتعاد عن المنافسة أو الابتعاد عن الألقاب. هذا تغريدة من سعد البدر، رغم أنه حاشن يعني تحت في التغريدات، بس بقرأ له هذه التغريدة. كاتب: الهلال بدون مدرب والتمارين بدت، وين مدربنا؟ طيب أبو فرح، عندك علم عن شيء عن الهلال؟ أنت قريب من البيت هلال، يعني كثير كثير يعني والله من السرية اللي في الهلال حاليا صدمة، يعني ما في أمل تلاحظ شيء. العالم كلهم الهلال بيعلموني أنا. أنا مثلي مثلك، يعني أنا أسمع أن أسماء مدربين مطروحة، اسم مدرب روماني، كل مدربين طرح شليكة، اسم بولو أتوري، يعني أسماء كثيرة. لكن أنا أشوف أنه يعني وجهة نظري، لو أنا في إدارة الهلال أحضرت كالديرون وانتهى الموضوع، مدرب معروف ومجرب، ما يحتاج تعب وفلسفة. أي نعم، يعني جيب مدرب على الأقل خبير بالكرة السعودية، يعني عموما كالديرون صاحب تجربة ومدرب عريق، يعني أحد المدربين اللي كان لهم تجربة جيدة مع المنتخب السعودي ومع نادي الاتحاد أيضا، مدرب جاهز، أسم جاهز. لكن ترى في أسرار في المفاوضات لا يعلمها أي شخص، طيب هذه السرية ولا يعاني منها أبو فرح، هذه السرية الكثيرة في الكثير. لا لا لا، الآن بدأت تنتقد السرية. لا لا، أتكلم على السرية الآن، حتى في التمارين، حتى في التمارين، في التدريبات، في أسماء المدربين، في أسماء اللاعب الأجانب. أوكي، إحنا في البداية مدحناها، لكن وصلت إلى مرحلة أن يعني مصادر موثوقة أن اسم مدرب يطلع في الإعلام، أنت تلغي المفاوضات معه، هذه مصيبة. مجرد خروجه في الإعلام. إيه، مجرد خروجه في الإعلام. شوف، المسألة في مسألة المفاوضات، الأمر هو أول شيء يخضع لاختيار، يعني اختيار بين أكثر من اسم، بعدين البحث عن طريق لهذا المدرب، بعدين البحث عن وكيل أعماله، وكيل أعماله هل هو جاد أو مراوغ. وطبعا إذا وصلت وكيل أعماله، وصلت للمدرب، هل العرض مناسب له أو غير مناسب، وش متطلبات المدرب، وش أنا شروطي اللي بحطها. أقصد أنه في أسرار في المفاوضات، أقلها لو عبد الوهاب يفاوض هاني وقال له: هاني أنا موافق على مثلا 7 مليون، لما جينا نوقع العقد قال: لا أنا عندي شرط بأنه أنا أجيب الطاقم. يعني أول مرة تتعاقد إذا لا، أنا أقصد أنه برضو أنا بعد ما أجي أحط فلوسي كلها، بس عندك وقت، أقول شروطك وأعطيك إياه وأقول تعال. لا، بدأت التمارين يا أبو فرح. طبعا موقف سيء، الموقف اللي حاصل الآن في الهلال سيء، ما يبرر. جماهير الهلال ما ترحم، ما ترحم في أي جماهير أي نادي، ما ترحم لأنه الموقف سيء. لكن إن جبرت عليه خلاص، يعني لازم تتخذ القرار الصحيح، يعني ما تروح، ما تكون عاطفي وتنجرف وتوقع مع أي اسم. طيب وخلاص، لا، لازم تتخذ القرار الصحيح. طيب أبو يزن، يعني ليش كثير يقولون الأمير نواف من سعد يعني يسمع كثير من آراء الجماهير، والدليل شيلة غوستاف وركن ليو بنتي، يعني كثير اللي نسمع من الجماهير، الرأي اللي يتداول كثير من الجماهير نشوفه دائما مطبق في الهلال. هذه أخوي هاني من الأشياء اللي احنا بنقول أنه ضد إقالة المدربين بعد ما يبدأ الموسم، لأنه بنعاني من مثل هذه الأشياء. نجد الآن أنه فريق ينافس على بطولة الدوري وعلى بطولات الموسم، فبالتالي ما نجد حتى عنده مدرب إلى الآن، ولم يستقر على آلية، ولم يحدد ملامح المدرب الجديد، وفي أخبار أنه المدرب الفلاني والفلاني. هذه من الأشياء اللي تصعب أنك يعني تشيل مدرب في وسط الموسم أو حتى بداية الموسم، على اعتبار أيضا أنه عندك استعدادات كانت على مدار شهر ونص إلى شهر
شهرين للفرق المنافسة، شهر للفرق المتوسطة. فبالتالي الأهلي لو نجد أنه رجع الجروس، وهذه يعني تعتبر مكسب كبير جدا على اعتبار أنه نفس المقومات أيضا، نزول مستوى الفرق المنافسة في المقدمة الموسم هذا واضح على كل الفرق حتى من استعداداتها. أيضا فاجأتنا فرق الظل وفرق المنتصف بأنه عندها مستويات كبيرة جدا على اعتبار أنه في رجيع من الأندية كثير، رفع من سقف طموحات هذه الفرق، فبالتالي أصبحت تقدم مستويات كبيرة جدا. أخوي عبد الوهاب أيضا ذكر عندك بأنه البديل قد يكون الهلال اسم جاهز مر على الملاعب السعودية. إذا خيارات المدرب أثناء إنهاء العقد ليست سهلة، الأمر ليس بالأمر اليسير، يجب أن يكون هناك دراسة وافية ومستفيضة. بالنسبة لماتيوساس أنا حقيقة عندي وجهة نظر خاصة جدا بأن الرجل هذا فيه تدخل مباشر في عمله، لأنه مدرب كبير جدا ويحمل سيرة كبيرة جدا، وبالتالي اضطر أنه يعبث ببعض المباريات حتى يكون هناك شرط جزائي، وهذا ما تخفى على الجميع. ولكن لو مارس عمله بالشكل الطبيعي أتوقع أنه يقدم مستوى كبير جدا، خاصة أنه مع فريق أبو يزن. ما عندي وقت شباب، تعطوني جرافيك لقاءات مجموعة المنتخب؟ ما في وقت؟ طيب عبد الوهاب الوهاب الإعلامي ناقد رياضي، شكرا جزيلا لك أبو فرح. شكرا لك وشكرا لجميع المشاهدين، وإن شاء الله نكون قدمنا ما يليق فيهم. أبو يزن الإعلامي ناقد رياضي حمدان الغامدي، شكرا جزيلا لك يا أبو يزن. كيف الأجواء عندك؟ برد بس أهم شيء عشان المنتخب بعد بكرة. شكرا أخي هاني، شكرا للسادة المشاهدين، شكرا أخي عبد الوهاب. حقيقة رطوبة يعني، نتمنى إن شاء الله أن المنتخب يستغله بكرة وتأثر على المنتخب الأسترالي ونحقق الفوز. طيب الله يعطيك العافية، شكرا أخير لكم أنتم مشاهدين الكرام، الشكر لكل مساهمة في هذه الحلقة، شكر لمخرجنا فيصل العصيمي اللي يقول ما عاد في وقت من حوالي خمس دقائق وهو يقول لي ما عاد في وقت. الشكر مني أنا هاني العزيز، حتى ألقاكم في حلقة الغد، دمتم في أمان الله.